طيب الحشرات الميتة في المنام. حلوة دي. الحشرات الميتة أطلال أو حاجات فيها ذكريات، هتتذكري ناس أو هتستجلبي تاني أفكار جديدة سابقة، يعني ناس هتعمل لك حاجة جديدة فهتجيبي القديم، ياه ده عملت لي زي فلان ما عمل كذا كذا كذا، يعني نفس الأذية. فانتبهي من اللي جاي، لأن الميتة دي معناها إن حدث تركز في دماغك. طيب ولو الحشرات الميتة حيت تاني؟ لا دي مشكلة، دي معناها عدو توقعت إن أنت خلصت منه طلع لك تاني، طلع لك تاني، خد هدنة كده وبريك وقام تاني.